وجود المركز في المخيم مهم جدا للنساء والأطفال، وهو يقدم خدمات منقذة للحياة للنساء الحوامل والمواليد. على سبيل المثال، قبل وجود المركز كنت أقوم بولادة منزلية، وبعد خروج رأس الجنين حدث استعصاء وانعضال لكتفي المولود، وبالتالي كان علي التعامل وحدي مع الحالة. أما بعد افتتاح المركز، عند حدوث أي حالة مماثلة أقوم فوراً باستدعاء زملائي من قابلات أو طبيبات. I'm getting ready.